نوفمبر 75. يسافر من تل أبيب إلى اسكندرية حيث كنت موجود يلتقي بي عشان تغيير كلمة أو شكلة أو حرف أو جملة، لدرجة أنه في مرة من هذه المرات قلت له شيء عجيب، يعني هذا الكلام لا يساوي ثمن الوقود اللي أنت بتستهلكه من تل أبيب إلى اسكندرية، لكن هذا هو شأن الإسرائيليين، هو شأنه. سمعتوني الآن بقول نحن لا نحفل أبداً بكل الأساليب الإجرائية، وأقولها صريحة أمامكم لشعبنا وللأمة العربية حكيت لكم عن ما أرسلته أمريكا في الورقة الأولى ثم الورقة الثانية، ومن جانب إسرائيل نلاحظ أنه بيتلقوا هذه الأمور بنوع من العصبية والهستيري. لماذا؟ لأننا نقلنا فعلا كل عوامل التمزق وكل ما كنا نعانيه قبل معركة أكتوبر نقلناه بعد معركة أكتوبر إلى إسرائيل، لدرجة كنت أتحدث إلى بعض الصحفيين في القاهرة في عودتي من الرحلة وأحكي، وكنت كما قلت صدرنا التمزق، صدرنا الخوف، صدرنا الانهزامية، صدرنا الشك والريبة، كل اللي كنا بنعيشه صدرناه إلى المجتمع الإسرائيلي. ففيما نعيد لنفسنا ذلك؟ ليه؟ أبدا، أنا جاهز أذهب إلى جنين، بل لا أخفيكم وأنتم ممثل الشعب وعلى مسمع من شعبنا وعلى مسمع من أمتنا العربي، سمعتموني أقول أنني مستعد أن أسافر إلى آخر هذا العالم إذا كان في هذا في قياعته الذي يخشى جنيف يا إسرائيل. لا يجب أن يخشى جنيف أي عربي أبدا. ليه؟ لأنه إحنا صدرنا زي ما قلت لكم كما قلت صدرنا التمزق، صدرنا الخوف، صدرنا الانهزامية، صدرنا الشك والريبة، كل اللي كنا بنعيشه صدرناه إلى المجتمع الإسرائيلي. ففيما نعيد لنفسنا ذلك؟